اهلا بيكم وحلقة جديدة من الروائي. النهاردة حلقة مختلفة بمناسبة صدور القائمة الطويلة لجائزة المان بوكر لسنة 2018. طيب ليه قناة تقدم حلقة زي دي؟ احنا مالنا بالروايات اللي برا، مش انت تخصص عربي ومترجم بس؟ انا بقدم حلقات من النوعية دي من فترة للتانية الحقيقة لكذا سبب، اولهم كنوع من التغيير سواء في الشكل او محتوى المراجعات التقليدية اللي بنقدمها كل اسبوع. تاني حاجة فرصة نطلع برا نشوف ايه المواضيع اللي العالم بيكتب فيها دلوقتي، وممكن كمان تكون فرصة لترجمات مستقبلية، مثلا روايات من اللي فازوا السنين اللي فاتت هتلاقوا ليها تراجم بالعربية زي الاحساس بالنهاية لجوليان بارنز فازت سنة 2011، الضرب الضيق الى مجاهل الشمال لريتشارد فلانجان فازت سنة 2014، والخائن لبول بيتي فازت سنة 2016. هي ايه اصلا جايزة البوكر دي؟ دي جايزة بتمنح سنويا لافضل رواية مكتوبة بالانجليزية ونشرت في المملكة المتحدة، وبيتم منحها للكتاب من دول الكومنويلز، ايرلندا، جنوب افريقيا، ومؤخرا في اخر سنتين اللي فازوا بيها كانوا امريكان. قائمة من سنة 1968، يعني السنة دي بيحتفلوا بمرور 50 سنة على الجايزة. فيلا نتعرف بسرعة على روايات القائمة الطويلة اللي تم إعلانها يوم 24 الشهر اللي فات. سناب للكاتبة بليندا بوير، وهي كاتبة إثارة وتشويق وترجمت روايتها ل 21 لغة مختلفة. بتدور الرواية عن طفل اسمه جاك عنده 11 سنة، بيلاقي نفسه هو وأختين ليه في سيارة محطمة، بيستنوا الأم إنها تيجي تنقذهم بس ما بيجيش أبدا، وبتتحول حياتهم 180 درجة. بتمر 3 سنين وجاك لسه واخد باله من اخواته وحريص انه ما يعرفش حد انهم عايشين في البيت لوحدهم، وفجأة بيعرف حقيقة اللي حصل لأمهم. تاني رواية ميلك مان للكاتبة أنا بورنس، بتدور أحداثها أثناء الاضطرابات في أيرلندا الشمالية عن امرأة شابة بتكبر على الدخول في علاقة مع رجل مسن. رواية عن القيل والقال والشائعات والصمت والتجاهل المتعمد. سابرينا للكاتب نيك درانزو، الرواية بتسأل سؤال بسيط جدا، فين سابرينا؟ الإجابة مخفية على شريط فيديو اللي في طريقه دلوقتي حالا لكتير من وسائل الإعلام، ومتوقع انه ينتشر بشكل كبير خلال ساعات قليلة، لما صدمة الحياة اليومية المأساوية لشخص تبقى مجرد وقود لوسائل الإعلام ونظرية المؤامرة والمجانين والملل. واشنطن بلاك للكاتبة الكندية إيزي إديوجيان، وواشنطن بلاك هو واحد من العبيد اللي شغالين في مزرعة للسكر وعنده 11 سنة، بيتم اختياره علشان يبقى خادم شخصي لتيتش، وهو مكتشف، عالم، مخترع، وغريب الأطوار. أمال تيتش المثالية بتتحطم وبيهرب هو وواشنطن سوا، بعدها بيختفي وبيبقى لازم على واشنطن يكمل طريقه لوحده، طريق الحرية. In Our Mad and Furious City للكاتب جي جونارا تيني، عن 3 مراهقين عايشين في لندن، صفهم عبارة عن لعب الكورة والموسيقى والحرية، لكن بعد مقتل جندي انجليزي بتنتشر أعمال الشغف في المدينة وما بيبقاش في مكان آمن، وواحد من الثلاثة بيلاقي نفسه محاصر في موجة من التطرف في مسجده المحلي. Everything Under للكاتبة ديزي جونسون، بتحكي عن جريتل لما كانت طفلة عايشة مع أمها في قارب في النهر. الاتنين اخترعوا لغة خاصة بيهم هما بس. جريتل ما شافتش أمها من ساعة لما كان عندها 16 سنة، وهي دلوقتي شغالة على تحديث قاموس يلائم طبيعتها الفريدة دي، اللي معاه بتفتكر كل ذكريات طفولتها. The Mars Room للكاتبة الأمريكية راشيل كوشنر، وهي بتقدم بانوراما جريئة وغير عاطفية بالمرة عن الحياة المعاصرة في أمريكا، وخاصة مجمع السجن الصناعي، من خلال رامي هول اللي بتقضي عقوبتين ليها في السجن. The Water Cure للكاتبة صوفي ماكنتوش، 3 بنات بيتم بعدهم عن العالم الخارجي تماما علشان مصلحتهم. في الوقت ده بتدرس حاجات ليهم فظيعة لازم كل ست تتعلمها عن الحب، وبعد كده قصة الثلاث رجال اللي لقوهم بعد ما حذفتهم مياه البحر. Warlight للكاتب مايكل أونتاتشي من سريلانكا، بتدور الرواية في لندن سنة 1945 والمدينة لسه بتعاني من نتائج الحرب القاسية. أخ وأخت صغيرين بيفقدوا عائلتهم وبيتركوا في رعاية شخص غامض اسمه ذا موث،
هم شاكين انه مجرم، خصوصا لما بيتعرفوا على الطاقم الغريب اللي معاه. بعد 10 سنين يبدأ الولد في انه يعرف كل اللي جرى في التوقيت ده. The Overstory للكاتب الامريكي ريتشارد باورز اللي شبه ستيفن كينج ده. بيتم استدعاء 9 غرباء بطرق مختلفة عن طريق الاشجار لانقاذ اخر ما تبقى من افدنة الغابة. بتدور في الفترة ما بين الحرب في نيويورك الى اواخر حروب الاخشاب والقرن 20. The Long Take للكاتب روبين روبرتسون. بتدور عن وولكر الراجل الطيب اللي عومل بوحشية بسبب الحرب، وبيطردوا العنف في كل مكان وكأنه محكوم عليه انه يرجع ليه تاني، لكنه بيختار السلام واللطف للعالم ولنفسه اولا. نورمال بيبول للكاتبة سالي روني. انا لو لقيت غلاف رواية بالشكل ده هشتريها بصرف النظر عن اي شيء. بتحكي عن بنتين في مدرسة مش عارفين بعض، الاولى عايشة في القصر الابيض والتانية امها عاملة نظافة، ورغم كده بتنشأ ما بينهم علاقة صداقة قوية، وبيروحوا كمان بعد كده نفس الكلية. واخيرا رواية From a Low and Quiet Sea للكاتب دونالد رايان. بتحكي عن لاجئ سوري طبيب اسمه فاروق، بيروح لايرلندا وبيقابل 2 تانيين محطمين، وكل واحد فيهم فاقد لشيء معين بتجمعهم طرق غير متوقعة بالمرة. ده كان عرض سريع لل 13 رواية مرشحين. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وأشوفكم الأسبوع الجاي وحلقة جديدة. سلام.